بسم الله الرحمن الرحيم. تأمل على شاكرا العين الثالثي الطاقة السادسة. هذا المقام فيه من الحساسية ما يكفي للإنسان يكون حكيم ومتوازن بالحياة وصاحب استقامة مع تطبيق لمقولات الحكماء، إضافة لا جوهر الأديان بالواقع الحسي، وإلا فإن الخلل بالشاكرات الأدنى سيؤدي لاختراقات نفسية خطيرة من خلال هذا المقام. قبل البدء بتأمل العين الثالثة كتأمل علاجي، يفترض القيام بتمارين ولو لدقائق، خصوصا تحريك للمفاصل لتكون الطاقة انسيابية بكل الجسم المادي مع المسارات الأثيرية. أفضل تمارين طبعا تمارين اليوغا بهذا الاتجاه. منركز انتباهنا قبلا على شاكرا القاعدة، إضافة لشاكرا الحنجرة، لأهميتهما بتثبيت المكون الإنساني ككل. نجلس باستقامة العمود الفقري، نرخي الجسم، الكفين مفتوحتين للأعلى على الركبتين أو الفخذين، ممكن على كرسي أو وسادة تحت الحوض أسهل. نغمض العيون، شهيق وزفير بهدوء وبطء، مع تركيز الانتباه على المنطقة الفاصلة بين الأرض ومحل ما نحن جالسين. هاي طاقة، شهيق للون الأحمر رائع الجمال، اللون الأثيري، زفير. نشعر بتجذير شاكرا الجذر هنا بالأرض، وكأنه صار في عنا جذر أرضي عميق جدا مثل الشجرة لتقريض أي شحنات سلبية. ننتقل بوعينا لمنطقة العنق شاكرا الحلق، نتصور نقطة مضيئة دقيقة جدا بعمق الحنجرة، نشهق شهيق بحيث نسمع الصوت بالحنجرة مع تغذية هذا المقام باللون الأزرق. زفير، عم ترتاح مسارات الطاقة وعم نتأكد تماما انه نحن ما في عنا اي عداوة مع اي حدث او مخلوق، نتأكد من مسامحة الجميع. كل من اتى الى حياتنا لم يأتي الا بقدر ليعطينا دفع من اجل الارتفاع لمقام اعلى. الشكر والامتنان لكل حدث، كل إنسان سبب لنا مشاكل، من أجل ذلك نحن نصغي معا الآن. شكرا له. التجذر بالأرض وبوابة السماء قد فتحت من خلال شاكرا الحلق، ومفتاحها هو المحبة اللامشروطة
بهذا المقام الخامس، مقام العنق، مقام المحبة الإلهية. فمن لم يستطع على تنقية نفسه يفضل ألا يدخل لمقامات أعلى، لأن الخطر يصبح أكثر سوء، وهنا تتجسد الأقدار بسرعة، لأن العين الثالثة تتوازى مع جسم القدر. فقبيل الوصول لشاكرا التاج، الروح الواحد في الجميع، لا مجال البتة إلا بتوازن في المقامات الأدنى، وهذا التوازن لا يتأتى إلا من خلال سلوك منضبط عبر زمن طويل بمراقبة الأفكار والمشاعر والأعمال. طبعا العين الثالثة هي قوة من قوى الجسم الأثيري بالإنسان، وليس كل من تفتحت لديه العين الثالثة هي حقا منفتحة، لأن الانفتاح ممكن يكون بمقام المادي أو المقام الأثيري أو المقام العاطفي وهكذا. العين الثالثة بحقيقتها هي تفتح كل الملكات باتزان. فنحن هنا نعالج أو ننشط أو ندوزن الطاقات، لا نقوم بعملية فتح للعين الثالثة. وليس كل من رأى أشياء هو تعبير حقيقي عن بالضرورة ترقي روحي عميق. الترقي الروحي العميق هو توازن وسط كل الظروف والأحداث والمقامات، ثبات مع الزمن. ليست الروحانية أن نشاهد مجرد رؤى أو صور أو مشاهد أو حتى السياحات، وتكثر هذه السياحات من خلال نشاط العين الثالثة. طبعا لما بتيجي بشكل عفوي ما في مشكلة، هي بشارات، أما لما تتضخم الأنا بسببها ونركز عليها حتما رح تصير سبب لاختراقات من عوالم أثيرية أخرى. عشان هيك كون احنا بفترة علاج العين الثالثة مربوطة بالغدة الصنوبرية. الغدة الصنوبرية عم بتكون عند الطفل نشيطة، بعد الخمس سنوات بيتعرض الطفل لبرمجيات من المدرسة وغيره، فبتصير تضعف لأن هي مرتبطة بالفكر مباشرة. أما في مجال أن تبقى متوازنة إذا الإنسان حافظ على نوم خلال فترة الليل ما بين 9 و10 مثلاً، يستيقظ بين 3 و4، بين 10 مساء حتى 10:30، هاي موجة البيتا بالطب الفيدي. يفترض انه يدخل لهذه الحالة من النوم، لانه موجة البيتا تستدعي الراحة بين 10 و2. اللي بيدخل بهي الموجة خصوصا مع ذبذبة الموبايل عم بصير فيه أرق وما عم يقدر يدخل الدماغ لموجة عميقة من النوم. والصباح لما بيصحى لوحده الغدة الصنوبرية بتصير هي بتنظم ساعات الاستيقاظ بشكل طبيعي. بيتعود بالبداية قسرا بينزعج، بعدين لوحده بصير يصحى. بوقت البرد صعب شوي، أما بدأ شوية جهاد. تراكم الحوادث والأصوات ظاهرة طبيعية، فمجرد أن يفتح الإنسان هذا الباب، باب طاقة العين الثالثة، وما يكون بالجو الأثير ما بيكون في مناعة،
فبصير في تجسد، عليه أن يتحمل ضجيج كثير ليس بخارج ذاته بالضرورة بل بداخل نفسه. الضجيج بداخل النفس أصعب بكثير من خارج النفس، بصير بشكل وسواس. الضجيج الخارجي تجسيد لبرامج بداخلنا، ما على شيء بدنا نقبلها. إذا الخطورة بالضجيج الداخلي تحول لأمراض نفسية أو وساوس يطول الحديث عنها. أما الآن بهذا النوع من التأملات مع هذه السلسلة المباركة من عليين، المؤسسة على تعليم الكثير من المعلمين والحكماء والعارفين المنسجمة مع جوهر كل دين. أنا واثق وأكيد من إنه الإنسان اللي بينتظم عليهم رح يشفى مع الانضباط، لأن ما في تركيز على مقام بعينه، تركيز على طاقة بالإنسان رح يسبب خلل بالباقي أو إجهاد أو نزيف طاقة. فنحن الآن إذن نعالج، ندوزن هاي الطاقات، خصوصا قلنا طاقة العين الثالثة، لأنه فيه لها قدرة على قراءة أفكار الآخرين، حتى توقعات للمستقبل. في مجال التخاطر بيرسل الإنسان رسائل أفكار، يعني شيء مغري، مغري للي عم يسمع. أما هي كل أشياء خارجية، بس يعرف مثلا حوادث، إنه بتوقع حوادث معينة بأماكن معينة، وماذا يعني؟ هيك بده يكون عنده هالتخلي هالزهد الإنسان. الإنسان بيقدر يشوف الهالة حول جسم الآخرين، وفي ناس عندهم هاي القدرة. برجع بأكد على إنه الموضوع هذا خارجي، وبصير فيه مشاكل كثيرة للإنسان إذا ما كان حكيم. طبعا العين الثالثة وكأنها بوابة الروح، يعني هو مقام من شان نجمع الطاقات فيه لننتقل للوعي الأسمى. مش يصير فيه انفلات بهذا المقام باتجاه التركيز على القضايا الخارجية. بشكل طبيعي لدوزنت هاي الشاكرا، هاي التأملات اللي عم نعملها، الاسترخاء والتأمل 20 دقيقة صباحا مساء، هذا الهدوء، هذه المتابعة رح يخلي الطفل الداخلي ينمو ويصير حكيم. في أمراض لزيادة النشاط ولقلة النشاط، هذه الأمراض ممكن التركيز على الشفاء والنور بدوزن هاي الحالات. أما منشان يكون في عنا علم قبل ما نبدأ، اللي في عنده زيادة بطاقة العين الثالثة بصير في عنده هوس بالنفس، مهووس بنفسه، في أنانية، في تكبر، في تسلط، تعصب. هالتفرد بالقرار اللي بيتخذه أحيانا نتيجة شو؟ اعتبار حاله شي ما. من هون بصير في إيحاءات للآخرين أنهم اسم معين أو إلى المهمة معينة، بصير يميز نفسه. حتى البخل والبرود عند البعض، حدة الطبع، الكلام المهين والشتائم، زيادة طاقة بها. ممكن يقول الواحد زيادة الطاقة معناها شيء إيجابي، لا أبدا، زيادة الطاقة هي نتيجة شيطني، لأنه الشيء الإيجابي هو الاتزان. تشيطنها لهي الطاقة التواصل مع عوالم أثيرية، خصوصا السلبية،
من هذا المقام كان ما يسمى التحذير من الوسائط الخارجية لتخدير قشر الدماغ مثل التدخين والدراغز مخدرات أو حتى التجارب الروحية الوساطية. زيادة نشاطها بعد زيادة الطاقة رح يصير في تشبع بالطاقة، وهذا التشبع بالطاقة بالعين الثالثة بصير في أبلسي أنانية فائقة، في تعصب ديني. يعني لما منشوف إنسان متعصب دينيا وواثق من نفسه بشكل كثير كبير، ثقة واضح أنه سلبية، مرض خطير، هذا بالعمق المرض. اللي كمان عنده زيادة بالنشاط بهي المنطقة عنده زيادة القلق والخوف وحساس كثير، ما في عنده صبر، بيستخف بالآخرين بهينهم طبعا لأنه متكبر. في حال كان بهي المقام نقص بالطاقة بصير الإنسان شكاك متردد، أيضا حساس لأي كلمة، ما في عنده مناعة، في ضعف شخصية، في ضعف ذاكرة، حتى بصير ينصاب بأمراض مثل الصرع ومشاكل بكهربة الدماغ وهكذا. فإذا الموضوع بيحتاج دوزني بشكل كثير كبير، وهي بداية الجنة من ما يعني شغل الإنسان على نفسه بالجهاد الأكبر بالمقامات الدوم من خلال الحياة بمقامات متعددة مادية فكرية العاطفية التوازن العقائدي، رح يؤدي لطاقة بالعين الثالثة متزنة، وهي اللي بتدعم الانفتاح الكوني. الإنسان على أعتاب يدخل بعالم الجنان، فما بالنا نحن صرنا نتباهى ببضع علوم، علم ناقص جهل خير منه. عشان هيك عم نشوف نتيجة هاي الإفراط بنقص طاقة بسبب استنزاف الطاقة بمقامات أدنى، أو استعباد الإنسان لكيانات أثيرية سلبية، بيفقد قدرته على التنظيم، بصير عنده خوف، حتى بخاف من النجاح، ما في لا حكمة ولا وعي، بصير إنسان غبي منقاد بسهولة وكأنه متلبس، بصير وكأنه ما في عنده ملك التمييز خاصة فيه بيتبع الآخرين. عشان هيك سياسة الحشود الدينية خطيرة جدا، وقد تغلغلت الأبلسة والشيطنة مع الأسف بالإنسان من خلال هذه المقامات. وملاقيه بيحكي بالكلام الديني والروحي والسياحات الأثيرية مثلا الإنسان، وبيقرأها لي ربما وهكذا، كله ليس بذي قيمة، لأن هاي الفرط بيلفت الانتباه، فرط النشاط بيلفت الانتباه، ولكن بالحقيقة بصير في إيمان حتى بالخرافات. غيري شكل أما اللي عنده طاقة العين الثالثة متزنة مباشرة، من لاحظ كاريزما الاتزان بادية عليه بالمواقف كلها، كلها غالبية المواقف بيظل متزن فيها، بيقبل إرشاد الآخرين، في عنده تواضع، بيشعر بالاتساع والوعي الكوني، ما في عنده ضيق أفق وتعصب لفكرة عقائدية،
عنده قدرة على التخاطر الذهني، أما ما بتباهى فيها. بيقدر يعمل أوت بادي إكسبيرينس، عمليات الطرح الروحي، الخروج من الجسد، أما ما بيتعمدها ولا بيتقصدها. هو سيد نفسه وسيد فكره، عنده بصيرة، معرفة، وعي، حكمة وتوازن بين المثالية والواقعية. عنده حس الإدراك الفائق، حساس حتى لنوايا الناس. بحب جوهر الأديان، بحب الروحانيات من دون شك، وتواضعه بيخلي إذا القدر بيسمحه يروح لعند معلم ما يؤدي به إلى التطرف لأحد الجهتين بحيث يصير في زيادة بالطاقة أو نقص. من هذا المقام تنمو القدرات الفائقة بالإنسان أيضا، وهي القدرات دارة طبيعية بأي إنسان. أما مع المهووس بيعتقد حاله شي ما، وهون بتصير الخطورة بالغة. فنحن نرجع بعد هالمعلومات الأساسية النظرية، وهي الحقيقة أساسية، نرجع لدوزنة هذا المقام. ما في دوزني إلا مع باقي المقامات. قلنا النظام الصحي الطبيعي، المأكولات اللي لونها أقرب للبنفسجي الأزرق، مثل العنب مثلا اللي لونه غامق بهذا الشكل، حتى الباذنجان، أي شيء مواد إلى هاللون اللي عم بيكون أزرق نيلي بينفع لتنشيط شاكرا العين الثالثة، بينفع لما نحن الآن وعينا لهالشي. بينفع أيضا المودرة، أي وضع الكفين الآن، أنتم بحال تأمل، الكفين يكونوا بالقرب من أسفل القفص الصدري على منطقة رأس المعدي، الإبهامين بيتلامسوا مع بعضهم ويتجهوا لأسفل عظم القص. رح يظهر الشكل على الشاشة للي بده يفتح عيونه. الأصابع منثنية كلها للأسفل، رح تتلامس بأول مفصل إلى ما عدا الإصبعين الأوسطين، عم يتلامسوا بالقمة ويتجهوا للأعلى. هاي الوضعية وضعية طاقية بتدوزن العين الثالثة. مع هذه الوضعية مركز انتباهنا على منتصف الجبهة فوق الحاجبين، نشعر بطاقة النور، نتنفس النور من العين الثالثة، شهيق للنور عم يدخل لغفا الرأس، بنشط الغدة الصنوبرية المسؤولة عن تفعيل العين الثالثة، الزفير عم بيزيل عنها التكلسات، الشهيق عم بيعيد دوزنة الحياة. تابعوا بهدوء مع الشيء، حتى لو صار في اضطراب حواليكم ظهر طبيعي، لأنه مع تفعيل هذا النوع من الطاقات اللاوعي بصير يجسد كثير أحداث حوالينا. مشان هيك ينصح باستخدام هذا النوع من التأملات مثل شاكرا الحنجرة، لأن مرتبطين ببعض تماما. على الضحى قبيل الفجر، حيث الأشعة الكونية مناسبة جدا لدوزنت هي الطاقات. الشهيق عم ياخذ النور في خطوط أزرق
جميلة زفير، وكأن الغدة الصنوبري بمركز الدماغ بوسط الرأس بمركز الدماغ عم تنحل عنها العقد. الشهيق عم ياخذ النور من العين الثالثة بهدوء. مدخين احنا الذراع بالرغم من وضعية المودرة، مودرة العين الثالثة. الزفير عم بتروح برمجيات أفكار الآخرين وتفسيرات العقائديين وكل أنواع البرمجيات. البرمجة الفكرية عم بتغلق مسارات الطاقة الأثيرية بالشهيق. عم ناخذ النور الشافي، النور الأزرق النيلي، تغلغل للعمق، عمق الدماغ بالزفير. عم نفرح لهذا النوع من الوعي، لهذا النوع من التواصل، لهذا النوع من النور، لهذا النوع من المعرفة، لهذا النوع من العلم الخامس الخاص اللي عم ينسجم معه الآن الخواص. شهيق عم نشعر بالامتنان، طاقة الامتنان لرب العالمين الشافي الكافي المعافي. بالزفير عم نطرد أوهام الوساوس والمخاوف وقلة الاتزان. شهيق من العين الثالثة مع الزفير رح نلفظ كلمة أوم. أوم هي اللفظة المناسبة لتنشيط هذا المقام. شهيق نحس بالاهتزاز بوسط الرأس في مركز الدماغ. شهيق جديد شهيق لهذا النور. عم يتردد الصدى، صدى يا قيوم يا قيوم يا حي يا قيوم يا نور يا حي يا قيوم يا نور يا بصير يا حي يا قيوم. أسماء الله الحسنى بهذا المقام تغذي ومدوزن للطاقة الآن. نكرر مانترا أسماء الله الحسنى مع التركيز على طاقة الحروف عم بتغذي مركز الدماغ، عم بتفك التكلس عن الغدة الصنوبرية. يا نور يا بصير يا حي يا قيوم بصير حي قيوم. نراقب الفراغات بين أسماء الله الحسنى. مراقبة الفراغ هو نفسه
في منبع الطاقات. يا نور بصير حي قيوم، يا نور يا بصير يا حي يا قيوم. يا نور يا بصير يا حي يا قيوم. ناخذ شهيق ونأكد على كلمات معينة وإيحاءات معينة بوسط الدماغ. أنا واثق من حدسي الفائق، أنا واثق من قوة الحدس في، أنا صاحب حكمة وبصيرة، أنا صاحب حكمة وبصيرة. نعمة من رب العالمين، امتنان للخالق. أنا إنسان، ردد معي بالعمق بدون كلام، أنا صاحب حدس وصاحب حكمة وصاحب بصيرة. أنا مدرك لذاتي، أنا أدرك أن ذاتي إلهية، أنا أدرك أن نفسي نورانية، طموحي أن تعود نفسي مطمئنة راضية مرضية لنبعها الصافي. أنا ذو حدس وذو حكمة، أنا قوي بالله، أنا حكيم بالله، أنا ممتن للإله، نأخذ شهيق ونحبس النفس ثواني، اللي عنده ضغط وقلب ما في داعي حسب ما يقدر، وحبس النفس منأكد هاي التوكيدات ونأكد على إنه نحن على الميزان الصراط المستقيم، نأكد على إنه رب العالمين رضيان علينا، إنه قادرين ندوزن هذه الطاقات وأن نصبر على مر الزمن ومر الحوادث، لأنها السبب الرئيسي لتطورنا. دوما تحدث لنا حجب أو حجب طاقات رحمة بنا، فلا نطلب أي تفعيل لمقام حساب الآخر، بل نطلب الشمولية الكلية الإلهية. الإله لا عداه، لن يتواجد الإله إذا في عنا أي تطرف بأي مقام، بصير كائنات ما دون الله. كائنات ما دون الله أكانت بالتطرف العقائدي أو بالتطرف الرؤية، لذلك
فإنا نحترم كل المعتقدات ونصغي لتلاوة القرآن الكريم وهمس أي كتاب مقدس. نحن ننظر بنظرة الشاهد من علي ونصغي لهمس الحق بنا نمتن عظيم الامتنان بانحناء والسجود للأمام. الآن هذا الانحناء يفعل نشاط العين الثالثة، وسيكون هذا النشاط باتزان بعد هذا التمرين العلاجي الشافي بإذن الله. مع هذا الانحناء وهذا الامتنان نركز وعينا بالعين الثالثة، هذا النور نأخذ منه جذوة نورانية عرفانا بالجميل، ننقل النور لمنطقة القلب، بذرة نورانية تتفتح، هي الطاقة النورانية يضخ القلب للقدمين فتعقدان العزم على السير في خدمة الآخرين، السير بما يرضي الله، حيث أماكن العبادة والصحبة الجيدة، أماكن التعلم، أماكن الدراسة، أماكن أداء الواجب، فالعمل عبادة. بنفس النور القلب عم بضخ للكفين، نعقد العزم على أن تكون اليد دوما يد عطاء فلا تمتد لأذى، فيها النور المبارك، خدمة للجميع. نأخذ هذا النور للأذنين، تستنير الأذنان الآن بالنور، فلا تصغيان إلا لهمس الحق وقول الحق والكلام الحق، لن تصغيا إلى الغيبة والنميمة والشائعات ومظاهر القلق والاستياء. من جديد نرجع لشاكرا القلب، عم بضخ النور لمنطقة الفم حيث اللسان يستنير بالنور، اللسان الذي تغذى بالنور لن يستسيغ إلا الطعام الصحي المبارك الذي سمي عليه. سيبتعد اللسان المغذى بالنور عن المنكهات والمصنعات، عن ما يرضي الحواس، سيقترب من ما يساهم بتغذية الأثير وكل المقامات، وسيتكلم اللسان المغذى بالنور الكلام الحقيقي، سينطق بالصدق ويتكلم بالحقيقة، كلاما لطيفا عذبا حلوا مشجعا. اللسان المهووس بالنور لن يتكلم عن الشرور، بل يلجأ لسكون الصمت، صمت العارفين. نرجع لشاكرا القلب، نغذي أيضا العينتين بالنور، بصيروا العينتين
عين وحدة مع العين الثالثة تصير نظرتنا نظرة إلهية، نظرة ترى إرادة إلهية خلف كل ذرة من ذرات هذا الوجود. نرجع لدائرة القلب، نور رح يوصل للدماغ كله، عم بصير في توازن بالغدة الصنوبرية، إشراقة جديدة، تناغم بين القلب والدماغ، عم يتوسع الفكر، عم نشعر بكرة نورانية عم بتلفنا، يتمدد من الوعي، يتمدد هذا الفكر نحو جدران المكان الذي نحن به، يرتفع للأحلام نحو سقف الغرفة، يخترق الجدران، يغذي فكرنا بالنور البلد الذي نسكنه، يتسع أكثر ليغذي المدينة، فلا يبقى إنسان بداخلنا إلا ونغلفه بالنور، ونشمل الكرة الأرضية ونتسع لنصبح مع الأكوان بالنور. مع هذا الاتساع العجيب نردد صدى يا نور يا بصير يا حي يا قيوم، يا نور يا بصير يا حي يا قيوم، يا نور يا بصير يا حي يا قيوم. آمين. شهيق، منحس بوجودنا المادي، شهيق ننوي فتح العيون لنرى كل موجود باتزان. بعد دقيقة أو دقيقتين ننوي نفتح العيون على حسب راحتنا. اللي بيحب يستلقي بعد هذا النوع من العلاج بتأمل على العين الثالثة فليتابع. في استرخاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.